نحن في عجلة تطوير تسير من حين إلى آخر. الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان بأحسن تكوين. انطلاق أشعل شمعتك بهذا العالم والشبكة العنكبوتية والتكنولوجيا المتطورة لتكون المنبر الوحيد والقريب من الجميع، لنوصل لجميع العالم النصيحة المفيدة والطريقة السليمة لامتلاك جسم صحي وسليم خالي بعيدا عن الأمراض. أشعل شمعتك ليس منبر لطبيب أو خبير، بل هو كادر كبير يضم خبراء وأطباء وعلماء كرسوا أنفسهم وعلمهم ودراستهم ليضعوها بين يديكم أينما كنتم. أسرار الطبيعة والفواكه والخضروات والبقول هي العلاج الأول والأخير. إن اكتشفناها لن نحتاج لزيارة طبيب. صباح الخير والهنا والسرور. ما شاء الله، شوف الجو كأنه شو بدي لكم، يعني كأنه لسه ما أدن الصبح. يا الله، يلا قوموا صحصحوا واجذبوا لنفسكم السر السعادة، سر الحب، سر جذب المال. قوموا، ساعة الصبح فيها بركة كتير حلوة. ما شاء الله على الصوت، ما شاء الله. راح أعطيكم سر من أسرار الجذب. أي شيء بتحكوه عن الناس، بتجيبوا سيرة عن الناس إن كان بالخير ولا كان بالشر، حتطلع للسما لفوق. الله أعلم لو بدها توصل، ولح ترجع لك يوما ما. بقى حاول ما تتكلم عن الناس إلا بالخير، مهما كان اللي قدامك وشو كان عم يعمل وشو كان عنده معاصي، ما تتكلموا عليه، لأنه مو أنت ربه اللي حتحاسبه، في رب العباد فوق هو اللي حيحاسبه. رائع ما شاء الله تبارك الرحمن. بنصحكم اليوم تطلعوا وتمشوا وفورا، لأنه ما شاء الله. ورجيكم الجو، شوفوا الغيوم يغزي العين. واو، الدنيا كلها غيم. ايوه يلا. هلا في كتير سألوني كيف المشي وخطوات المشي. يلا ريتاج، كيف المشي ماما؟ رتوج، ايوه برافو. كيف نحرك ايدينا؟ ايراء خليكي عم تمشي لهنيك مشان يبين معهم. كل واحد سألني كيف نمشي، كيف حنستفيد، نركض، ما في داعي لركضوا، امشوا على مهلكم، امل من مهلكم. وكل مره لما بتتعودوا بعدين ايديكم بتكون مطويه، شايفين مستويه، وحركوا ايديكم، هاي بتقوي عضلات القلب كمان. يلا كلكم طلعوا واكتبوا تم انكم مشيتوا اليوم.
تسمعوا صوت العصافير؟ واو، تحتار العصافير وينها؟ من جد صوت بيرد الروح. وهيدا ما بتسمعوا إلا الصباح. يا صباح الخير. وجه حسن، نسيت وجه الحسن أخو حسين. شوفوا أبو مقصر. واو واو، يا سلامي، شايف البحر شو كبير. شو ريتاج؟ شايف البحر يا ريتاج؟ شو ضخم وكبير. كبر البحر بحبك. ماما، شوفي الابو المقص الفص هداك، ليكو على الحجرة هاي. اي والله صغير. يا كيوت اللي وراه. يلي اثنين اثنين يا ناس. اللي ورا كان كيوت. كان كتير صغير. يمشي على امل من مهلك. شوفي طلع كيوت ليكو هذا. كل يوم صباح جديد، يسعد لي صباحكم ويسعد لي مساكم كل اوقاتكم. شو مين فاز معي يلعب رياضة؟ يلا اللي عم يلعب رياضة يقول لي تم. بناتي عم يطعموا الطيور، شايفين؟ ما شاء الله تبارك الرحمن، جمعوا الطيور كلها يغزل عين. ايه ماما زدتي قدامك مشان يقرب لهون. ما شاء الله بناتي عم يطعموا الطيور. يلا عم يتجمعين يا ماما، لا كله بيتجمعوا عندك. ايه كتير حلو، كلهم حلوين. الله يجزاكم خير، انتوا عم تطعموها ما شاء الله. شفتي جو لحدك، وين كنتي لهم؟ يضحكوا. شايفين علموا اولادكم بهالطريقة، هي طريقة الصدقة. حتى انه يطعموا الحمام صدقة. نبدأ بالحمام كأنها تسلية، حيتعلموا كيف نتصدق على الناس، كيف نعطيهم من أغراضنا، كيف نحن على الفقير. يلا هلا بيجوكم ماما، هلا شوفي بعاد، هلا بيجوكم. نكون حركتوا رجولكم، لا تحركوا رجولكم. شايفة بلش يجوا لعندكم. شفتوا؟ يا قلبي كيف جالسين. ها كل مرة عم يجي، شايفة؟ شوف الشمس كيف عاطية شعاع، ما شاء الله. من جد رائعة. صباح الخير والهنا والسرور، ما شاء الله تبارك الرحمن. قلت لها لبنتي ريتاج، او هي خليها تحكي لكم. يلا. لانه كل يوم كل الناس الكبار لما يفيقوا بحبوا يشربوا قهوه، فحبيت بس اعمل لماما وبابا قهوه، فكل يوم طفش نعمل بس قهوه وفنجانين يشربوا. لازم نغير صح؟ ايه مشان ينبسطوا. شوفوا زينت لهم الصحن وحطيت لهم الاكل. ما شاء الله والله رائع بصراحه. تسلم ايديكي، الله يخلي لنا اياكي وما يحرمنا منك يا رب. انت عسل، الله يرضى عليكي. الله